السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مطبخ الزيتون الاخضر. معكم هندي. لكنتو اول مره تزوروا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم جديد القناه. مرحبا بكم جميعا. الوصفه اللي غنختم بها هذا الاسبوع ان شاء الله هو بريوش بالبرتقال. بريوش اللي غادي نصوبو بدون دلك، كيجي رائع، كيجي بحال القطن ورطب وتيدوب في الفم فعلا. يعني كنتمنى انكم تجربوه لصباح العيد ان شاء الله، وانا متاكده انه غادي يعجبكم لان المذاق وحتى الخفه ديال هذا العجين كيجي يعني غادي ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. الوصفه كتشوفوها معي في الشاشه وكذلك غادي نتوجدوها بصندوق الوصف اسفل الفيديو. كتلقاو دائما الوصفات محطوطه في صندوق الوصف، وغادي نبداو على بركه الله فتح هذه الوصفه. وغنبداو باول حاجه هما يعني نحطوا الخميره ديال الخبز تتفاعل مع معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وشي شويه ديال الحليب اللي تنكونوا مدفينو. ضروري ندفيو الحليب اللي غادي نجمعوا به العجينه ديال البريوش ديالنا. دونك تنخليو الخميره تتفاعل على جنب، ومن بعد تنمشيو نضيفو المقادير الجافه مع بعضياتها، السكر والدقيق وقبصه من الملح وقشور برتقاله. دونك هاد البريوش كما قلت لكم نسماه بالبرتقال او الليمون، فجاء رائع جديد بزاف. فايت ليا حاطه لكم بريوش اللي حضرتو بالقرعه الحمراء، غنحط لكم الرابط ديالو، وكذلك بريوش واحد اخر ديال يعني اللي كيكون كيجي بحال الشهده حتى هو، فايت ليا وحطاه لكم في القناه. فغنحط لكم روابط ديال هاد جوج ديال البريوش، نتوما اختاروا شنو ممكن توجدوا للصباح ديال العيد ان شاء الله. دونك من بعد مني كتفاعل لينا هذيك الخميره واحد 10 ديال الدقائق، كنمشيو نضيفوا عليها بقيه المقادير اللي هي الدقيق والسكر وقشور البرتقاله، حبه ديال البيضه، وعصير ديال البرتقاله، يعني ديك البرتقاله اللي خديتوا القشور ديالها تتعصروها، وكذلك 100 غرام ديال الزيت وزبده. دونك زبده دايبه معها 100 غرام، يعني 100 غرام خلطه، 50 غرام زبده دايبه معها 50 غرام ديال الزيت النباتيه، وكذلك الحليب باش غادي نجمعوا هاد البريوش ديالنا. تقريبا ما بين 150 غرام حتى 200 غرام ديال الحليب يكون دافي، وكنبداو نخلطوا بهاد الملعقه خشبيه. بالطبع الحليب على حسب العجينه خاصها تكون خفيفه، فممكن دونك ما ديروش في حالي، ضيفوه بشويه بشويه حتى تحصلوا على العجينه القوام اللي نتوما بغيتو. العجينه خاصها تكون خفيفه، خاصها تكون كتلصق، قد ما كانت خفيفه قد ما كيجي البريوش رطب وهشيش وتيجي خفيف بزاف. فكنخلطوا دائما غير بالملعقه الخشبيه، ومن بعد غادي نغطي هاد البريوش ديالي وغنخليه يخمر ساعتين على الاقل. هذا هو البريوش ديالي من بعد ما كي يخمر. شفتوا معايا العجين هي رطبه او لا خفيفه بزاف؟ الا جاتكم خفيفه صا دائما وبانت لكم صعيبه انكم تشكلوا منها الكويرات ديال القرص او ديال البريوش، فممكن تضيفوا دائما دقيق، فما تخافوش منها، وتتخلطوها مزيان وتتبداو تشكلوا في هذا. غير حافظوا على العجينه خاصها تبقى دائما كما قلت لكم خفيفه. دونك تدهنوا يديكم بالزيت والزبده وكتبداو تشكلوا في الكويرات ديالكم باش ما تلصقش لكم، ضروري تدهنوا بيديكم بالزيت اولا بالزبده. وكنحطوا الكويرات ديالنا، كندهنوهم باصفر البيض، وكذلك زينتهم بشي شويه ديال القرفاش وشويه ديال حبيبات ديال السكر، وخليتهم يخمروا مره اخرى، ومن بعد دخلتهم الفران يطيبوا على درجه حراره 180 لمده 10 حتى 15 دقيقه. تيقوبيه كيجي رائع، كيجي كيدوب في الفم، والنكهه ديال البرتقال مع القرفه اللي زينت بها هاد البريوش من الفوق، فالنكهه ويعني رائحة رائعة والمذاق روعة. كنتمنى انكم تجربوا هاد البريوش لصباح العيد ان شاء الله. كنختم بهاد الوصفة هاد الاسبوع،
وكنتمنى ان شاء الله نرجع معكم الاسبوع القادم ان شاء الله. عيدكم مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله وعلى جميع الامه الاسلاميه بالسلم والسلام. كنتمنى ان كل الوصفات اللي قدمت لكم حتى لدابا تكون الاعجاب ديالكم، وديروا لايك وبارطاجي لا فيديو وشاركوا معنا في القناه اللي مازال ما شاركش معنا، وخليتكم على خير. السلام عليكم.